أهلا بكم في يوميات الحملة، الحلقة العاشرة، إيه اليوم العاشر من الحملة المباركة، ما بقاش فيها بزاف والله ما سخينا بها، ما كرهناش كون كانت أيامنا كلها حملة، أجيو معايا وتعرفوا الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم. موضوع الحلقة ديال اليوم هو ممالين الحملة. شكون هما ممالين الحملة؟ شكون هما دوك الناس اللي كيدوروا وكيفرقوا الوراق؟ اجي نقربوا منهم مزيان ونعرفوا شكون هما هاد الناس. ممالين الحملة كما كيسميهم واحد الصديق، هما ولاد باب الله. ولاد باب الله هما دوك الناس اللي كيدوروا كيفرقوا الوريقات، كيقول لك صوت على هذا وصوت على هذا، الله يجازك بخير، ولا في سجيلي وربما ما عاطينوش حتى سجيل وديك الكاسكيطة، وكيدور النهار كامل باش في الاخر ياخذ ديك ال100 درهم. هذيك ال100 درهم فين غادي يصرفها؟ وهنا غادي نشوفوا سقف الطموح عند كل واحد بهذيك ال100 درهم شنو ممكن يدير. على هذا الشيء على جاء هذا الموضوع هذا ديال ممالين الحملة، او بلغة اخرى اولاد باب الله. هذا الفيديو هذا جاء من بعد واحد تدوينة حتى واحد الشاب وزاني. هذا الشاب وزاني هو فتاح فاعل جمعوي، شاب من دوك الناس دوك الفاعلين الجمعويين الحقاق، ماشي داك الفاعل الجمعوي اللي كتشوفوا في اللوائح الانتخابيه. المضمون ديال هذه التدوينه هو كيهضر على هاد ممالين الحمله، هاد ولاد باب الله، انه النهار كامل وهو خدام علاش غير باش في العشيه يقبض ديك ال100 درهم، وشنو هو سقف الطموح ديالو؟ هو بكيه وطريفه صافي فقط، ما باغي والو يطلع لدارهم ويتكلم. هذا الفيديو هذا موجه لكم انتوما السياسيين، علاش؟ لانكم انتوما اللي كتحملوا المسؤوليه ديال فين وصلتوا الشعب، فين وصلتونا، فين وصلتوا الشباب، ان سقف الطموح ديالو بكيه وطريفه. ملي قريت انا هذاك التدوينه التبوريشه جاتني، تقدر تجيك جميع الاحاسيس الخايبين تقدر تحس بهم وانت كتقرا ديك التدوينه وتشوف الشباب ديالنا اشنو هو سقف الطموح ديالو. بالله عليكم انتوما السياسيين كاملين بكل الوانكم واطيافكم اللي خدمتوا هذه عشرات السنين، شوفوا فين وصلتوا المغاربه، ان المغربي ولا سقف الطموح ديالو بكيه وطريفه. وفي نهايه المطاف بسبب السياسات ديالكم خليتوا واحد الشريحه عريضه ديال المغاربه كلهم ولاد باب الله، وانتم تنعمونا في الرخاء. غادي نقولها لكم من هنا وبطريقه سهله واضحه، راه الان وصل الوقت باش يمكننا نحطوا على ارض الواقع هذيك اللي كتسميوها العداله الاجتماعيه، راه داك التوزيع العادل للثروه الان وصل الوقت ديالو، رجاء ما تعطلوش بزاف.